معكم في إيكوماغ على راديو إكسبريس أف أم. هل الحرب الروسية الأوكرانية تهدد وتنجم تلقي بظلالها على الموسم السياحي التونسي أم لا؟ هذا سؤال يتسألوا فيه برشا أطراف، وش نحاولوا نلقاو الإجابة مع السيد جابر بن عطوش رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار. معنا توت سويت في ديكود ليكو. ديكود ليكو. عسلامة، مرحبا بك سي جابر. سي جابر بن عطوش، نحاولوا نتصلوا به، ما فهم حتى اشكال. دونك باش نرجعوا عبد السلام نحكيوا جوستومون على كل ما ينجم متاثر فيه الحرب اليوم الروسيه الاوكرانيه. كنا حكينا على قطاع الحبوب وزراعه الكبرى، كنا حكينا على البترول والاسعار، الكيس دو كومبونساسيون جوستومون، وشنو اللي تنجم تعانيه جراء الحرب هذه. واليوم السؤال المطروح يخص قطاع لا يقل اهميه، قطاع حيوي اللي المساهمه نتاعو في البي بي كبيره بالنسبه لبلادنا، واللي عرف في الثلاث سنوات الاخيره جوستومون صعوبات كبيره بعد الكريس سانيتير اللي عاشها العالم الكل. واليوم بعد ما قلنا سافا فما اون غولونس نورمالمون باش تصير بالنسبه للقطاع السياحي، اليوم الحرب الروسيه الاوكرانيه، باش نحاولوا ناخذوا اكثر تفاصيل مع سي جابر بن عطوش جوستومون على وزن السوق هذه اليوم في تونس. مرحبا سي جابر. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام، ويعطيك الصحه على الاستضافه. مرحبا يا سيدي في كل وقت. الوغ سي جابر، بالنسبه جوستومون للسوق الروسيه الاوكرانيه اليوم، والا نقولوا احنا اوروبا الشرقيه عموما، الوزن نتاعها بالنسبه للقطاع السياحي التونسي قداش يمثل اذا كان ناخذوها دون سا توتاليتي؟ والله شوف، اولا احنا السوق الاوروبيه عامه شرقيه او غربيه هي تعتبر معناتها ركيزة أساسية للسياحة في تونس. واضح. في السنوات الأخيرة تقريبا من 2015 بعد الأحداث متاع الإرهابية اللي صار في تونس، السوق الروسية بدأت تاخذ مكانة كبيرة برشا، وصلت الذروة متاعها سنة 2019 تقريبا ب 700 ألف سائح. معناتها ولات تحتل السوق الثاني على مستوى الأسواق الأوروبية بعد السوق الفرنسية. والاسواق اوروبا الشرقيه مهمه جدا في الوجهه التونسيه، كما البولونيه كما التشيكيه كما الاوكرانيه، لكن كل سوق عنده مدى الحجم نتاعو. بالنسبه للسوق الاوكرانيه بالنسبه ل 2022 كان المتوقع انه مش يكون في حدود 30 الف سائح اوكراني يجيو لتونس، واحنا كجامعه كان عندنا برنامج زاد لقبول كان ثم برنامج لقبول وفد من المهنيين الاوكرانيين على اساس مش يكونوا مش يجونا في الاسبوع الثالث من شهر مارس، لكن الاحداث الاخيره كنا نفهم شيء هذا، تم تاجيل اللحظه هذه لنتحسن الظروف. مدى تاثير الاحداث الاخيره في الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، انا اقول لك التاثير نتاعها ينجم يكون تاثير كبير مش فقط على سوق اوروبا الشرقيه، حتى على السوق الغربيه. كما اذا كانت تتحل المسائل، واحنا اليوم سمعنا بدايه المفاوضات ما بين اوكرانيا وروسيا، كما تنجم تكون معناتها التاثير نتاعها ظرفي، لكن من بعد ترفع التاثير هذا. احنا ان شاء الله غدوه الحي كجامعه تونسيه لوكاله اسفار وسياحه منظمين لقاء بين المهنيين وشركائنا من الفاعلين في القطاع، كما اصحاب النزل، كما وزاره السياحه، الديوان الوطني للسياحه، شركات النقله، بعض الاطراف من الادارات العموميه والوزارات المختصه، باش نشوفوا مدى جاهزيه واستعداد القطاع السياحي لانقاذ الموسم ومساهمه في كما نقولوا في انجاحه. دونك الاجتماع هذا، ومن بين الاسئله اللي مش تطرحوا هذاك، علاش انا معناتها ديما نجاوب بحذر باعتباره انه اليوم نجموا نفهموها اكثر وقت اللي يكونوا عندنا زملائنا واصحابنا المختصين في القطاع هذا. بالنسبه للسوق اوروبا الشرقيه، نعرف حجم السوق الروسيه في تونس شو تمثل للسوق التونسيه وللمهنيين، المردوديه نتاعها، لكن العوامل السياسيه والجيوستراتيجيه اللي قاعده صايره تو هذه امور تتجاوزنا كنقابات وكمهنيين، نعرفوا تاثيرها لكن ما نعرفوش شنو هي مداها. ان شاء الله غدوه حي نشوفوا اكثر تتوضح اكثر الرؤيه، ربما دعوه من البرنامج هذايا للمهنيين اللي وكالات اسفار المنخرطه بالجامعه والاطراف اللي تم استدعائها، باش تحضر غدوه حي في نزل بتونس العاصمه من الساعه 9 صباحا الى الساعه منتصف النهار، مش نشوفوا مدى. ونجم نعطيك هكا معلومه بسيطه، نقول لك اللي القطاع السياحي يمثل اكثر من 20%
من حجم واردات حجم الموارد المالية من العملة الصعبة في تونس إذا كان ينجح الموسم هذا إن شاء الله. ولكن سؤال، هل هناك اتصالات مع لي تور اوبيراتور جوستومون في أوروبا بعد ما بدأت الحرب هذه سي جابر؟ يعني هل هنالك بعض الاتصالات في محاولة؟ ثم اتصالات، لكن شوف ثم الأهم والمهم، أنا نتخيل تو بعد الثلاثة أيام هذيا زملائنا عندما يقولوا في الموضوع هذا أن أحققا الحق ما عنديش المعطيات باعتباره أنه عندنا ثلاثة أيام. سي جابر أنا نحب نسألك، بحكم أنه الحرب صارت فجأة، معناها هل هناك أوكرانيين في تونس سياح معناها؟ والله نجم نجاوبك أدرمو، ما عنديش فكرة بالموضوع. ما نتخيلش أنه كان ثم وفود أجنبية كبيرة، خاطر مازال كي ترفع الحجر كيف كيف ما ثمش رحلات مباشرة ما بين تونس وأوكرانيا. اللي نعرف أوكرانيا ما ثمش رحلات شارتر ما بينه وما بين تونس، حسب التقريب ما ثمش أوكرانيين لهنا في إطار وفود سياحية كما معمول به سابقا في إطار معناتها هذاك الشارترات. مثلا جاوا على رحلات خاصة كما نقولوا ما بين على إسطنبول ولا على باريس ولا حاجة، هذه أمور نتجاهلها. أما وفود سياحية بالمفهوم العام عن طريق وكالة أسفار منظمة وأطراف، ما عنديش فكرة. غدوة إن شاء الله وزير السياحة باش يكون ضيف زميلنا وسيم بالعربي صباح، لو عندك رسالة تحب توجهها له سي جابر. والله أنا أقول للسيد وزير السياحة يلزمنا ننجحوا في عودة الموسم السياحي. واضح. ونجاحنا هذه شرط أساسي، باعتباره أنه نجاح الموسم السياحي موش عودة القطاع، هو إنقاذ تونس من أزمة كبيرة برشا تعيشها. والقطاع السياحي بعد عامين كما نقولوا ركود، وعودته مش تعطي كما نقولوا دفع سفل جديد، دفع اجتماعي، دفع سفل كبير برشا، وتحاول أن زادة كيف عودتها تكون بالطريقة اللي احنا نحبوها عن طريق المهنيين اللي هم موجودين. وإذا كان ثم كما نقولوا إشكاليات يلزمنا نحلوها، خاطر ثم مشاكل، خاطر القطاع إذا كان ما يكونش مستعد زادة كيف حتى ولو أخذنا قرارات نجموا ما نشحوش. إذا كان ولا تقعد مسكرة، إذا كان وكالات الأسفار ما تلقاش ماتري رولو متاعها، إذا كان العمال ما يرجعوش يخدموا، إذا كان المطارات ما تحسنش منطقة الاستيعاب متاعها، يا خيبة المصاعب. واضح، شكرا لك سي جابر بن عطوش رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار. توت سويت الموعد مع الأخبار، صفية المحرر جوست أبخي، باش نرجعو نحكيو على التنافسية الخارجية للاقتصاد التونسي. مدام عفيت بن عرفة وروضة الحضري عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.